في ظل الحديث الدائر دائما من قبل حكومة عادل عبد المهدي عن محاولات وقرارات وبعض الأوامر التي تخرج لحصر السلاح بيد الدولة، إلا أن لا شيء ينفذ على أرض الواقع، والدليل هو كثرة الميليشيات وكثرة حملة السلاح في العراق. حدثت موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي جراء حديث عادل عبد المهدي عبر لقاء تلفزيوني عن حصر السلاح بيد الدولة بنسبة 90%. فنشاهد اليوم بشكل واسع جدا استطيع الكلام عن 90%. نحن نخطو خطوات أساسية في وضع السلاح بيد الدولة، وسبب هذا الشيء هو ليس يعني جبروت الدولة، احنا أنزلنا القوات المسلحة، لكن تعاون الأطراف الأخرى مع هذا القرار ورؤيتها أن في مصلحتها أن تكون مع الدولة. دعونا نشاهد التعليقات التي جاءت على هذا المقطع. في أول تعليق لدينا عبد القادر يقول: صار 16 سنة أسمع حصر السلاح بيد الدولة، هاي الدولة وينها وأي دولة يقصدون؟ في تعليق آخر: الحكم علي يقول، أو العلي يقول، أو الحكم علي يقول: هسه ننزل للشارع وانت اختار 10 سيارات عشوائية وشوف كم قطعة سلاح وكم هوية ميليشياوية راح تلقي. في تعليق آخر مضفر يقول: هذا دليل على أن المنطقة الخضراء معزولة عن الشارع العراقي والعالم الخارجي. ضمن التعليقات كذلك حاتم يقول: كلام لا يقدم ولا يؤخر، وهو للاستهلاك الإعلامي لا غير، لأن الحقيقة شيء والواقع شيء آخر. وشذا تقول: كذبت يا عادل، الميليشيات هي المسيطرة على الدولة، وخلي العالم تعرف أن عادل زوية كذاب. وفي تعليق آخر مهند يقول: القبلك خلص علينا سوف وسوف، وأنت أحصر وأحصر، صار لك سنة نفس المنوال ونفس النغمة تنعاد علينا.